طيب للمتابعة معانا زميلتنا هويدة يحيى من القرية الذكية. صباح الفل عليك يا هويدة. صباح الخير يا هشام، صباحك مصري. بالفعل احنا معاك بنشهد فعاليات مؤتمر الهيئه العامه للرقابه الماليه ومبادره معا من اجل مستقبل افضل لصناعه التامين، ويعني هي المبادره التي تعد الاولى من نوعها في جميع القطاعات الرقابيه العامله بالدوله التي تجمع الرقيب مع جميع العاملين بالقطاع التابع لها، وياتي ذلك في ظل توجهات سياده رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي. للمزيد من التفاصيل عن هذه المبادره معنا على الهواء مباشره الدكتور محمد عمران رئيس الهيئه العامه للرقابة المالية، هيطلعنا على مزيد من التفاصيل بخصوص مؤتمر اليوم. اهلا بحضرتك معانا يا فندم وصباحك مصر. اهلا بيك. يعني حب نعرف اهميه هذه المبادره، وحضرتك قلت يعني لاول مره او في سابقه هي الاولى من نوعها ان رئيس الدوله يهتم بقطاع التامين في الدوله. لا يعني شوفي، التامين بيعتبر من ضمن القطاعات المهمه جدا في اقتصاد مصر، وواحد من اهم القطاعات في نشاط الخدمات الماليه غير المصرفيه. واحنا النهارده في هذه المبادره احنا عندنا هدف رئيسي، ازاي ان احنا يعني ندعم هذا النشاط، وازاي ان الهيئه العامه للرقابه الماليه بالتعاون مع اصحاب المبادره، بالتعاون مع الاتحاد المصري للتامين، مع شركات التامين، ان يكون في تامينات اكثر موجوده داخل السوق المصري. انا يعني لاول مره زي ما قلت على يعني لسان السيد الرئيس نفسه بيتكلم على ذكر التامين اكثر من مره. مره كنا بنتكلم على التامين بالنسبه للفئات المهمشه او العماله غير المنطقة، ومرة أخرى أعتقد من أسبوعين أو ثلاثة برضو كان هناك حديث على تأمين على المخاطر أو الحوادث بتاعة الطرق السريعة، وده بيدي اهتمام كبير جدا، بيحط عبء كبير جدا على شركات التأمين، على الاتحاد المصري، وبالتأكيد على الهيئة العامة للرقابة المالية، لأن دي كلها في إطار توجه الدولة. وأعتقد إحنا كنا بنفتقد دعم كبير جدا في قطاع التأمين. بتتكلم على حجم التأمين 1% من الناتج المحلي الإجمالي، عندنا يعني استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية أو الخدمات المالية غير المصرفية 2018-2022 بنتكلم على مضاعفة الأقساط من 24 أو 25 مليار جنيه النهاردة إلى 50 مليار، بنتكلم على حجم الاستثمارات من 80 مليار ل 150 مليار على 2022، وده الحقيقة بيستتبع أن احنا محتاجين تعديلات تشريعية، واعتقد ده اللي بنشتغل عليه دلوقتي. بيبقى في قانون جديد للتأمين، اعتقد هيبقى عندنا المسودة الأولى بتاعته خلال 6 أسابيع من النهاردة، وبعدين نبدأ نشاركها مع الأطراف ذات العلاقة، وهيبقى في تركيز كبير جدا على التأمين الإجباري أو التأمين الإلزامي. بنتكلم على المسؤوليات المهنية لقطاعات كثيرة جدا، للأطباء، للمهندسين، للمحاسبين، للمحامين، اعتقد محتاجين يكون هناك تأمينات من هذا النوع. في مبادرات كثيرة بتتم، التأمين على الطلاب المدارس والجامعات، بنتكلم على منظومة من 24 مليون مستفيد منها. بنتكلم على التأمين على على التمويل متناهي الصغر، اعتقد من ضمن الحاجات اللي ناقشناها ان في حوالي 2.5 مليون مستفيد من التأمين متناهي الصغر، من التمويل متناهي الصغر، فمحتاجين نحط منظومه يكون هناك تأمين اجباري عليهم برضو بمبالغ زهيده تقدر ان هي تساعدهم بعد ذلك في اي مشاكل تحصل ليهم. فاعتقد ده من ضمن الافكار الكثيره بنتكلم فيها. وكمان في كمان التأمين على الاصول المملوكه للدوله، برضو كان هناك لجنه مشكله برئاسة الدكتور محمد معيط عندما كان نائبا لوزير المالية في هذا الوقت، على إزاي يكون هناك تأمين على أصول المملكة للدولة. فأعتقد التأمين زي ما قلت عندما توليت هذه المهمة أنه 2018 هو عام التأمين، فأعتقد هناك يعني اهتمام كبير جدا ليس فقط من الهيئة العامة للرقابة المالية، ولكن حتى على مستوى الدولة ككل بيكون هناك نوع وتغطية كبيرة من التأمينات المختلفة لدعم الاقتصاد المصري والمواطنين المصريين في هذا الإطار. يعني حضرتك ذكرت أنه خلال أسابيع هيتم صياغة مسودة القانون الخاصة بذلك، نحب نعرف يعني في التلغرافات سريعة أهم النقاط اللي ممكن تتناولها هذه المسودة. مش حكاية التلغرافات سريعة، ولكن تتكلم على قانون التأمين 10-81، تتكلم على حوالي داخلين على 35 سنة ما حصلش تغيير جوهري في قانون التأمين، ولكن احنا في توجه ان يكون هناك القانون التأمين بيشمل قانون التأمين وصناديق التأمين الخاص، فهندمج الصناديق التأمين الخاصة مع التأمين في قانون واحد. التركيز الأكبر زي ما قلت لحضرتك يكون هناك نوع من أنواع التأمينات الإلزامية والإجبارية. تبص على العالم كله اللي بره هتلاقي فيه تأمينات بحكم القانون يجب على المواطن أو يجب على المؤسسات أو تجب على المنشآت إن هي تؤمن عليها، وأعتقد ده هيبقى فيه توجه كبير جدا، لأن أنا بعتقد إنه بدون وجود هذا الدعم القانوني إنه يكون هناك إلزام
أعتقد هناك صعوبة كبيرة في نمو أحجام أقساط التأمين، ولكن بعتقد أن القانون لما هيلزم قطاعات كثيرة بالتأمين الإلزام والإجباري لمصلحتها والمصلحة الاقتصاد، أعتقد ده هو التوجه المطلوب أن احنا نفعله خلال المرحلة الجاية. بشكرك يا فندم، شرفتنا. شكرا يا فندم، شكرا. يعني كان معنا على الهواء مباشرة الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. أطلعنا على مزيد من التفاصيل بخصوص مبادرة اليوم معا من أجل مستقبل أفضل لصناعة التأمين. بشكرك يا هشام، وعودة ليك للاستوديو مرة تانية، وصباحك مصري. صباح الفل عليك يا هويدة، بشكرك شكرا جزيلا، وطبعا الشكر موصول لضيفك الكريم. كنت معنا على الهواء مباشرة من القرية الذكية.